ما تحطيش راسك عند وحده ما كتسواش وتجي تبقى تبيع وتشرفيك يا راجله. ما تحطوش راسك عند وحده ما تمشوا معايا كتسواش في العنوان. هذا هو الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه اليوم، اللي كان شحال هذه انا من الناس الاولى اللي كانت هضرت فيه، ويعني هضرت في هذا الموضوع هذا ديال الزواج ديال الفاتحه والى ما اخره. تلقيت بزاف ديال الهجوم ولكن ماشي مشكل. المهم هو انه الا ما سمعش واحد او لا ما سمعوش 10 كيسمع على الاقل واحد، ف ما خديتش كاع بعين الاعتبار هذاك النقد او هذاك التعاليق السلبيه، وقلت كل واحد خليه، لانه انا كنت عارفه علاش كنهضر وشنو اللي واقع وشنو اللي كاين من هادشي كامل. البارح اليوم نهار الثاني، اليوم نهار الجمعه، وهذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نحطه لكم اليوم، الا ما حطيتوش اليوم غيتحط غدا على الكثير. البارح الخميس تا كيوصلوني اتصالات مع الناس اللي كنعرف، وصحباتي والناس اللي هنايا في تركيا كيقول لي حلي القناه الاولى في تركيا وشوفي راه دايرين موضوع على دايرين البرنامج كله على المغربيات والزواج والنصب اللي كيوقع على المغربيات وحتى الاتراك. الموضوع غيكون هو بكل اختصار الخطابات النصابات، ماشي الخطابات النصابات اللي ما عندهم لا دين ولا مله ولا شرف ولا امانه ولا حتى شي حاجه. تعينكم الله، الله ياخذ فيكم الحق، ضيعتوا دوك البنات، محشوماش عليكم، ما كتراعيوش مولانا، ما كتخافوش من سيدي ربي، ما عندكمش ولاد تخافوا عليهم، نتوما من اش من طينه مخلوقين؟ بغيت غنفهم اين طينه خلقكم الناس سيدي ربي اللي تعديتوا على داك البشر. المهم من الاخر باش تفهموا الموضوع، باش عرفوا شنو كاين، باش يعني تكونوا في الصوره. انا ما جيت هنا باش نسوق صوره المغربيات، حاشا ولله، المغربيات انا واحده منهم، انا مغربيه واخواتاتنا وحبابنا وعائلاتنا منهم انا، منهم امي، منهم اختي، منهم بزاف. ولكن كاين واحد النوع اللي باش هو يربح الفلوس كيتاجر في الناس، كيجيب الناس كيضحك عليهم، كياخذ لهم فلوسهم، كيضيع لهم شرفهم، كيضيع لهم الاحلام ديالهم كلها. وكنعرفوا ان المغربيه فهو الحاجه الوحيده اللي كتعزز بها هو الشرف ديالها. كيجيو كيكذبوا على البنات، كيقولوا لهم في المغرب دايرين هما خليه هنايا، مهم سيد راه جابوه واحد من دوك الخلايا، هما راهم بزاف وعارفين راسهم. هما خليه. كاين هاد السيد اللي جاب البارح في البرنامج ديال موغا اون البارح، مزوج مغربيه وولدو تا هو مزوج مغربيه، ومزوجينهم غير بالفاتحه، غير زواج ديال الفاتحه، وحيت هما تزوجوا بالفاتحه. هو السيد اصلا عنده مرتو في اذربيجان، وديك الازاريه ما بغاش تجي مع لهنا، فشنو دارنا؟ جاب وحده مغربيه ووالد معاها، عنده قال لك عندي بيبي. ايوا سيدي، وانت حيت عندك بيبي باش توكلوا داك البيبي وتشربوا داك البيبي، اش غندير؟ اش حكا؟ اش غنديروا؟ ما غنديروا، غنضحكوا على البنات المغربيات، بنات القرى بالخصوص، العربيات البنات. ما كنعايرش، ما كنقول العربيات راه ما تنعايرش البنات، حنا هذه اللفظه كتقولي العربيه، يعني واحد المنطقه كنقولوا لها العربيه، يعني بنات القريه اللي ما قارينش، اللي ما عارفينش، اللي غادي نقدروا نضحكوا عليهم، غادي نغروهم، كيصيفطوا لهم تصاور ديال الرجال، كيقولوا لهم غنزوجوكم بهذا الراجل. تعرفوا حنا لانه البنت ملي كتكبر في المغرب شويه اول حاجه كتفكر فيها هي خصها تتزوج ودير دار وهذا، وبحكم انهم كيشوفوا البنات مزوجين واليوتيوبر تبارك الله عليهم ما قصروش حتى هما، وكل وحده اللي كتقول لك راهم كياخذوك من 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 المطار، ها اللي كتقول لك زوجي حبيبي وحماتي وما عارف اشنو، اللي كتقول لك ما عارف اشنو. مهم زينوا لهم القضيه، زينوا 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 زينوا، البنات عينيهم تحلوا ولاو حتى هما باغيين يجيو يتزوجوا بالاتراك. اشنو كيقولوا لهم؟ تيقولوا لهم غادي نزوجكم، كيصيفطوا لهم تصاور ديال شي ناس كيف ما بغى يكون نوعه، ما كيكونش هو الشخص اللي غادي يجيو يتزوجوا به. على فكره كيجيبوهم شنو كيديروا؟ كيقول لهم صيفطوا لنا التصاور ديالكم، البنات راه تحطوا بتصاورهم، انا كرامه حفاظا لكرامه هذوك البنات ما غاديش نحط تصاورهم، ما غاديش نحط حتى شي معلومه عليهم، ما لانه انا متاكده انه هذوك البنات ضحيه، حيت البنات من وجههم من لبسهم من شكلهم من هذا باينين انهم ضحايا، ما عارفين، جايين بلاد ماشي بلادهم، جايين اللغه
ما كيعرفوهاش، جايين الارض ماشي ارضهم، يعني حتى حاجه ما يمكن تكون يعني معاهم، فهمتي؟ كيجيبوهم كيخشيوهم في واحد الدار عند هذيك خيتي، وكتجيبهم وحده سميتها مريم وراجلها سميتو حسن، هذوك اللي كاينين في كوطاهيا هما اللي كيجيبوهم، عندهم داير اليد مع شي واحد سميتو عزيز في المغرب، كيمشي كيدور على البنات الاحياء الشعبيه، ولا غيكون بنات ديال العروبيه، المهم الناس اللي الحاله ديالهم ضعيفه جدا ومساكن ما عندهمش، يعني كيتسناو غير يتنقدوا ويخرجوا من البلاد ولا يديروا شي حاجه في حياتهم. البنت كتقول الله يا سيدي يا ربي انا لقيت ولد الناس اللي غادي نعيش انا وياه وندير انا وياه وليداتي في الحلال، وكلشي راه الزواج حل مولانا. انا كنهضرش كنقول لا متزوجوش باجانب، تزوجوا ولكن عرفوا مع من تزوجوا، هذا هو علاش كنت كنهضر دائما، عرفوا شكون اللي غادي تاخذوا، عرفوا شكون هذا السيد، ماشي غا جات وراتو لك في التصويره انت تجي على عماك، هو واخد عليك هنايا الزبابل ديال الفلوس، وكنعني ما اقول هادشي اللي داز في البرنامج البارح، الزبابل ديال الفلوس اللي كتخاد عليكم وكياخذوا عليكم الذهب على ظهركم والفلوس على ظهركم، ما كاين غير 26000 تاله، ما كاين 40000 تاله، ما كاين، كنقول لك 26000 تاله، يعني كل 5000 تاله كدير 1000 دولار، يعني تخيل معايا 26000 تاله، 40000 تاله، ليره، يعني التاله هي الليره. وكيجيو عندنا كيجيبوا البنات، السيد داير كتالوج ديال البنات، كتالوج كيقلب كيقول له مثلا ما بغيتيش هادي اجي شوف لك هادي، ما بغيتيش هادي شوف لك هادي، كيهز البنت كيديها عند هذا 20 يوم، ملي كتجلس مع 20 البنت ما كتبقاش باغا داك الشيء، كتنوض كتهز راسها كيرجعها عند هذاك السمسار، هو مرته المغربيه السمساره ياك، وكيديوها عاوتاني عند واحد اخر، وحده ما بغيتش نذكر سميتها اللي ضار عليها بزاف ديال الهضره، تهزت جلست عند واحد 20 يوم هنا وهنا، 20 يوم هنا وهنا، 20 يوم هنا، وفي الاخر البنت مشات للمغرب. هادشي كله دابا اللي دازوا في البرنامج شكون دازوا؟ غير الرجال اللي كيقولوا على راسهم ضحايا، رغم انني انا ما كنظنش انهم ضحايا، لحقاش اخويا الا بغيتي تزوج فالزواج راه ما كيكونش هكاك، راه انت ملي كتبغي تشري غير تريكو الواحد راه كيشوف وكيقلب وكيمشي كيقيسو كيشوف واش على حساب، ماشي كيمشي عند واحد كيقول له ولا جيب ليا وحده من المغرب ولا جيب ليا وحده من ما نعرف لا هاي ولا جيب ليا وحده من الصومال ولا هذاك ماشي زواج، كيتزوج كيتلاقاو كيجلسوا مع بعضياتهم، واخا شحال هذيك ان حنا كنقولوا لا حكا ما يتصاحبوش ما يتعرفوش ماذا، لا خويا نتعارف انا وياه، نتصاحب انا وياه، نهضر انا وياه، نشوف واش غيتوالم معايا ما غيتوالش معايا، هو هذاك ماشي هو هذاك، وديك الساعه نقولوا بسم الله. ماشي جايه مسكينه من المغرب ما عليها ما بيها ما فراسها ما في علمها، حتى كتجي هذيك العصابه كتجيبها للدار كتخشيها في الدار كتسد عليها وكتبقى تهزها من واحد لواحد، هما كيبروفيتيو كيبروفيتيو ياخذوا من عند في بنت وحده كيدوزوها على 7-8 ديال الرجال، وكل واحد كتخاد من عنده فلوس. هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف، راه خرجنا صافي اخبارنا دارت عند العالم. البروغرام السيده اللي كتهضر فيه الله يجازيها بخير ما هضرتش على المغربيات، بالنسبه للناس اللي كلا هضروا على المغربيات خايب ما داروا على، لا السيده ما قالت حتى شي كلمه ديال العيب، ما قالت حتى شي كلمه ديال العيب، قالت هاد البنات هادو راه هم محظورات، هاد البنات هادو علم الله اشنو بهم، باقي البنات حتى وحده فيهم محظورات، باقي حتى وحده فيهم ما داروا معها استجواب، باقي حتى وحده فيهم ما دلات بالاقوال ديالها ولا شنو الضغط اللي كان كيتمارس عليها ولا شنو هما الحوايج اللي كانت كتهدد بهم، لدرجه ان انا كنظن ان البنات هادو ما عندهم حتى شي معلومه على الفلوس، ما عارفينش ان القضيه راه واخدين عليهم فلوس وكانوا كيتاجروا فيهم، وعلم الله وعلم الله كرة قتلوهم، كرة فيهم اللي ماتت، كرة فيهم اللي باقي ما عائلتها ما ساقوش لها الخبر، بزاف ديال البنات. لله 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 والله تبقى فيا الحال، والله تبقى فيا الحال، البارحة بقى فيا الحال وقت كنبكي كنبكي، حسبي الله، حشومة هادشي اللي كيوقع، حشومة هادشي اللي كيوقع، راه خواتاتكم المغربيات اللي كتجي وكتهاجر فيهم، انتي تبغي اللي تهاجر فيك بحال هكا كتجيبي بنت بلادك على عماها وتحطيها هنايا، وتحطيها هنايا من عند واحد لواحد، حشومة عليكم حشومة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، شويتونا السمعة ديالنا وشو راه ديك الهضرة اللي كنت قال راه ما كايناش، راه اللي بغيت يتزوج ما كيتزوجش بهاد الطريقة، البنات راه ما كيتزوجش بهاد الطريقة،
ما كنقولش ليكم ما تعرفوش، تعرفوا تجوجو بتواركه تجوجو، ماشي كنقول لكم تواركه خايبين، لا بالعكس، ولكن راه ماشي هكا. ما تحطيش راسك، ما تحطيش راسك عند وحده ما كتسواش وتجي تبقى تبيع وتشري فيك يا راجله. ما تحطوش راسكم عند وحده ما كتسواش وتجي تبقى تبيع فيك يا راجلها. راهم بزاف ديال البنات، 3000 بنت مغربيه، 3000 بنت مغربيه. ولا حاسب ولا رقيب، شكون يحاسب الناس؟ تلت آلاف بنت مغربية اللي جابوها غير الكوطاهية، كوطاهية بعيدة عليا أنا، كتشهير بشي حاجة قليلة. 3000 بنت مغربية اللي جات، 3000 بنت مغربية اللي تباعوا وتشرى فيها، 3000 واش هادوك 3000 كلهم خايبين؟ ما يمكنش يكونوا كلهم عايرات، ما يمكنش يكونوا كلهم عايرات، ما يمكنش يكونوا كلهم جايين هنايا باش يتفلوا على عباد الله ولا ينصبوا على عباد الله. لا بالعكس، راه شحال من وحدة تجي هما ضاحكين عليها على اساس انها غادي تتزوج، وكتجي كتلقى ما كتلقاش داكشي اللي كتبغيه، ولا كتلقى داك التصاور اللي تصيفطوا ليها ماشي هما هادوك ولا شي حاجه. وحق الله العظيم انا رد قلبي ضربني، والله العظيم رد قلبي ضربني من صوره بزاف. المهم افاكو بارطاجيو، بارطاجيو باش البنات يشوفوا سميتو، شوفوا هاد الشواوات المهزله اللي حاصله. ما تبقاوش تجيو، ما تجيو عند حتى شي وحده، ما تكذب عليكم حتى شي وحده، ما تجيو عند حتى شي وحده، ما تمشيو عند حتى شي وحده، حتى وحده ما تقول لكم غنجوجك ولا غنطلقك، راه كيبروفيتيو فيكم بزاف، راه كيبروفيتيو. مشات ليا الهضره. المهم ما تبقاوش تجيو، الله يرحم ليكم الوالدين اللي غادي تجي، تجي سياحه، تجي خدمه، تجي شي حاجه، ما تجيش هكا. راه ماشي الزواج هو اخر الدنيا، راه ماشي اللي ما تزوجتيش غتموتي، راه ماشي غتموتي ما غتموتيش. ها عارسي ربي، ها عارسي ربي، ها عارسي ربي، بركه بركه. راه تشوينا تشوينا.